هاي everyone. هاي 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 ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا كنت منزله على الانستغرام ستوري بتاعتي في شهر 7 مثلا لما كان عندي كل الحته دي حبوب، وقلت لهم انا يا جماعه هعالجها وانا هعمل لها ماسكات وحاجات من دي، وفعلا بعد فتره قصيره جدا اتعالجت. وكل الناس بقى بتسالني عملتيها ازاي، شرحت الموضوع ده في الستوري بتاعتي. وبعدين كله كان بيطلب مني اعمل يوتيوب فيديو، وانا ما كانش عندي يوتيوب اياميها، بس النهارده قررت اعمل لكم الفيديو ده عشان كل الناس اللي سالتني وستيل بتسالني تشوف الفيديو ده ويبقى موجود على طول لكل حد بيدور على حل لاي نوع من انواع الحبوب في الوش. طبعا احنا متعودين قبل اي ماسك بنغسل وشنا بميه او بغسول. انا عن نفسي بفضل ان انا اغسل وشي بميه بس. وطبعا اهم حاجه في الموضوع كله الفوطه الفوشيا، لازم يبقى عندك فوطه فوشيا يا اما الموضوع مش هيكمل. عشان نبدأ الماسك بقى على نظافة كده وبشرتنا تبقى ما فيهاش اي حاجة، بنجيب عسل وسكر ونقلبهم في بعض. زي ما انت شايفين انا بحط العسل وعليه السكر، يعني حاجة سهلة جدا جدا واي حد في اي مكان يقدر يعملها. ومع نفسك بقى تحطي شوية عسل شوية سكر لحد ما تبقى ايه، لا هي سايبة قوي ولا هي ماسكة قوي في نفسها. انا مثلا حسيتها ناقصها نقطة عسل، حطيت لها نقطة عسل لحد ما جابت لي السمك اللي انا عايزاه. وطالما احنا واقفين في المطبخ بالمره نعمل ماسك القرفه، هنحتاج نفس اللي احتاجناه من شويه، شويه عسل، بس المره دي محتاجين معلقه قرفه. اللي عايز يعرف يحط قد ايه من كل حاجه بالظبط، هو انت محتاجه معلقه عسل كبيره على معلقه قرفه صغيره. طبعا انا من كتر الماسكات اللي بصورها العسل عندي كان خلصان، ففي الاول ما كنتش حاطه عسل كفايه، عشان كده رجعت زودت عسل وقلبته تاني. لازم لازم تقلبه كويس كأنكم بتعجنوا عجينة. بصوا انا بقلب ازاي وبلمها كده وبلم القرفة، لان القرفة ناعمة قوي ومحتاجة ان انت تلميها بالمعلقة كده. بعد ما نعجن فيها شوية حلوين كده ونلمها بالمعلقة، مرة في مرة في مرة في مرة هتلاقوها كده فجأة بقت باستا، ونقدر نتحكم فيها ونحطها على وشنا، يعني بحيث ان هي ما تكونش مثلا ماسكة قوي ولا هي سايبة قوي. وبكده يبقى احنا خلصنا ماسك القرفة وعملنا السكر بالمرة، وكل اللي استخدمناه كان عسل وشوية قرفة وحبة سكر. دلوقتي وريتكم العسل والسكر اللي بقلبهم في بعض قبل ما احط اي ماسك عشان بشيل اي حاجة في بشرتي، ده طبعا بعد ما بغسل وشي بمية دافية. ووريتكم الماسك بتاع القرفة بيتعمل ازاي. اول حاجة نبدأ بيها، انا عملت المرة دي كمية قليلة جدا عسل وسكر لان دايما برمي منها، انما ماسك القرفة ممكن تشيلوه في التلاجة عادي بيحصلوش حاجة، لكن السكر والعسل بحس ان انا لازم اعمله فريش دايما. بدأت احط عسل وسكر على وشي وشوية وهكتشف ان انا بهدلت الطرحة خالص، طرحة باظت يا جماعة. يلا الحمد لله. هنفضل نحط عسل وسكر على وشنا كده وكأننا بنعمل مساج خفيف وبالراحة خالص 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 عشان ما تعوريش وشك. تفضلي مثلا 5 دقايق او دقيقتين على حسب انت بترتاحي في ايه تعملي المساج ده لوشك بالعسل والسكر. طبعا رحت غسلت وشي من العسل والسكر، ودلوقتي جه وقت ماسك القرفة، ولازم شوية هبل يا اما يومنا ما يكملش. وتبدأي بقى تحطي ماسك العسل والقرفة على وشك، يا اما بمعلقة يا اما بفرشة يا اما بايدك على حسب انت بترتاحي في ايه. طبعا المعلقة انا نضفاها يا جماعة وما بستخدمهاش غير لوشي بس. لان انا عارفة في شوية حيزابونات كده هيعملوا لي فيها وزراء صحة، والعملية يا اختي ما هيش ناقصاكي صدقيني. وعشان ما حدش يجي يقول لي انت ما قلتليش، ماسك القرفة بيحرق جدا. دلوقتي هنستنى بالظبط ربع ساعة وبعدين هنقوم نغسله. نيجي بقى للفقرة العلمية واللي احنا كلنا اكيد مستنيينها. لو هتستخدمي القرفة والعسل كماسك الوش كله، فمسموح لك تستخدميه في الاسبوع بالظبط مرتين وبس وبس. انما بقى لو طلع لك حباية او حبايتين رخمين جدا 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 في وشك، فبتستخدمي بالظبط حتة من الماسك ده بتحطيها على الحباية او الكام حباية اللي طالعين لك دول، وتسيبيها 15 دقيقة. والموضوع ده هتعمليه بالظبط 3 مرات على مدار اليوم، وهتلاقي الحباية اختفت تماما. واخيرا الوقت خلص وهروح اغسل وشي. بصوا هموت من الفرحة بعد ما غسلت وشي. بصوا يا جماعة، ماسك القرفة غير اي ماسك تاني، هو انتوا مش بتحسوا بالنعومية بقى وبالحاجات الجميلة اللي احنا بنحسها عند اي ماسك تاني، لا، لانه هو قوي شوية فبتحسوا بحرقية او حرقان شوية. فمن الضروري ان انت تحطي زيت على وشك بعد الماسك ده. اي حد متابعني من زمان جدا 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 عارف ان انا ليا زيت اللي هو الإجابة على كل حاجة غير زيت الأرجان اللي أنا وريته لكم مرة اللي فاتت، وهو زيت جوز الهند.
بصوا، هو جزيرة جوز الهند بيبقى عامل كده، هو بيبقى جامد كده ماسك في نفسه، تحسوه مش فاهم ازاي كده، تمام. فاحنا مش هناخد منه كتير لان هو كويس جدا جدا للبشره الجافه، وانا بعد اي ماسك بحب احط زيت. فالنهارده قررت ان انا اغير شويه وهستخدم الزيت ده بدل الزيت اللي انا بستخدمه دايما اللي هو زيت الارغوان، فهستخدم النهارده. هاخد نقطه كده بسيطه. حاجة أنا نسيت أقولها قبل ما تجربي أي ماسك، لازم تجربي على حتة من وشك عشان تشوفي الماسك هيتفاعل مع بشرتك إزاي. طبعا الزيت ده وزيت الأرجان نقطة منه، أنا وشي كبير بس نقطة منه بتكفي فعلا الوش كله، يعني ممكن بحتاج بس كمان نقطة أحطها على قرطي وببقى خلصت. طبعا لازم 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 بعد أي ماسك تدهني وشك كويس جدا 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 عشان بشرتك بتبقى مرهقة او مجهدة من الماسك، بيبقى برضو شغل للبشرة يعني، كان والسينامون او القرفة قوية جدا 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 يا بنات، لازم تخلي بالكو ما تسيبوهاش كتير على وشكو. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو، يا رب يا رب يكون عجبكم جدا جدا جدا. ولو عايزين تعرفوا اي حاجه كلمولي على انستغرام، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس، وما تنسوش تعملوا تمزة سبسكرايب للشانل، اشوفكم فيديو جديد، باي باي.